وما بشر ان شاء الله ما بشر. بسم الله الرحمن الرحيم. حيا الله ابو عبد الله. الله يبقى. وش حاجه فارس؟ ابو ايش؟ ابو يحيى. ونعم 70 مليون. ابو ايش؟ ابو حمد. ونعم مليون. الله يرضى عليك. عليك سوء. اول شيء استعدنا بوجودكم معي ووقوفكم معي على هذا المسرح. انا اسعد. الله يجعل من جابكم في الجنه. اللهم امين. الصوت يا شباب. صوت يا جماعه. ما بيخسر رجال خاص تفضلوا. بسم الله الرحمن. بسم الله. اختار ابو ايش؟ ابو يحيى. ابو يحيى. اختار ابو يحيى. 35. بسم الله. انت واحد. اختار انت من واحد لعشرة. معك اربعة بس. عطنا اربعة. عطنا. طيب يقول صديقكم السابق معرض للخطر. شباب تكفون الصوت شوي. صوت يا جماعة الخير. عشان لخبطة. الله يبقيك. اسلم. بيض الله يجيكم. يجمل حالكم. اسلم. 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 يعني حتى الامور ذي رشوة. بس يلا. بس. ضبط بالاسئلة. بسم الله. بسم الله. الله يكرم. دسمتني ذاك اليوم. الله يكرم. متقهوين الحمد لله. ما هي القهوة الا الحين. ايوه. قهويتوا قبلي انتم خلاص. اسلم الله. بيض الله وجهك. تفضل قلبك يا جاسم. لا 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 بين راس عندنا عندنا فنجان. بيض الله. بسم الله الرحمن. بسم الله. وش حالكم طيبين؟ الحمد لله. مساء دوم ان شاء الله. عطنا السؤال. قول صديقكم متسابق. حلو. سواء مقرب ولا عادي. في دائرة الخطر داخل برايه. هل انت من نفسك تروح تعطيه رصيد او تسكت تخليه؟ والله يستاهل نعطيه. يستاهل. ممكن تدخل بدالها ابراهيم يمكن. والله حسب اذا رصيدي كويس. لا انت لا ما ادري ترى ما عندك بالرصيد. يعني مثلا انت تعرف فلان صرف كثير. وانت مرات تكون نايم واخوياك برا ما تعرف من اللي اليوم اشترى من اللي ما اشترى. فانت لا خويك داخل ابراهيم ذات الخطر بيدخل. تعطيه من نفسك ولا كيف ما تشوف شيء؟ والله اذا الرصيد طيب نعطيه. انت ما تدري عن الرصيد نهائيا. ما تدري عن شيء. على الشيء اللي انا اسويه مثلا. بس انا ما ادري انت الان مثلا. حلو. انت الان نص صرفيه. اخوياك ذول كلهم حافظين على الرصيد. فانت يمكن تعطيه وتنزل معه. واذا خليته معك ما انت بلازم ان شاء الله. يعني الطلاقات والجمايل. والله انه يستاهل. تدخل معك البرنامج هنا؟ ها؟ تدخلها معك البرنامج يعني بيطلع على الهواء الاداره مثلا. يقول فارس اليوم تبرع الخويه ب 50 ريال. وخويه رجع وفارس بدالها برايم. الصراحه. الصراحه يعني لو حسينا ان عندنا رصيد ان شاء الله ما يدخلنا في البرايم نعطيه. ما في لو. هل انت بتعطيه ولا كانك ما شفت شيء ومشيت بتروح تخليه؟ برايم والجماعه تبرى ينتظرون الجائزه ها. نعطيه ونتوكل على الله. وتعب التصويت والدعم والناس كله يروح على الفاضي. والله ان شاء الله ما يضيع. ضيعت انا الحين. باذن الله ما يضيع. يعني تطلع برايم. اطلع انا وياه؟ ما تدري. انت الان ما تدري عن شيء. فلان ذات الخطر. اعطيته انت 50 ريال. انت الان ما تدري ايش السالفه. لما اعطيته سبحان الله رجع هو للقريه وانت نزلت برايم وطلع مع الباب. والله بنحتفظ. ها؟ بنحتفظ فيها. يعني ما في؟ لا. تراجك بدري يا رجل. ما يبغى غير والله. لا ترى يعني بعدين بتواجه. ايه ما ودك حتى تخسر ربع ريال. مش حسب الوضع حسب ابو حمد. ايش حالك؟ الله يبارك المشروع. الله يبارك فيك. والله اني شفته ما شاء الله تبارك الله. اللهم لك الحمد. عسى الله يزيدك من خير ومن نعيمه. يا رب يا رب. وعقب ما نشوفك ايش اللي انت تطمح له. انت الشباب كلكم تستاهل. الله ابو حمد. الله يرضى عليك ويسعدك ان شاء الله. طيب معك من 26 43. 26 43 عطني 26. بسم الله. انت ولا انت؟ الله يستر. طبعا في القريه بعدين تدفع انت 1000 ريال مثلا 2000 ريال حسب اللي حد الاداره وتطلع برا القريه 12 ساعه 6 ساعات تطلع السوق تمشى امس ترجع. لما وصلت القريه دخلت البرنامج بدا البرنامج حصل عندك اشياء ناقصه من اغراضك انت ملابس تب كرامه حذايين جزم اشياء تب كرامه نسمع. هل تستعين من خويك او انك بتطلع من القريه ويخصم الدراهم تشتري وترجع؟
ملابسي ناقصه. يا سلام، اغراض اغراض ناقصه منك. بقول لك شيء، بقول لك شيء بيني وبينك. يا سلام، انا ملابسي دي نصها من العيال، عشان كذا ما تورق. يعني تستعين منهم؟ اكيد. بيض الله وجهك. يا شيء لحظه، برنامجنا الظهر لابس الفيت سروا، العصر انا لابسه. اي والله نفسه ما يدرون للناس اللي برا. المغرب خذاه هيثم ما شاء الله فلان كاشخ، ما يدرون احنا ماخذينها من بعض. خلاص عرفت تستعين من خويك؟ اكيد. بيض الله وجهك. الناس للناس وكل الله. كفو. ابو يحيى 27 اهم شيء بتستعير من ابو يحيى، ما يمدي اتوقع. لا بالعكس ابو دعسه. لا لا راس على قدك. خالد حامد الشباب. اي خالد حامد. اما عبد الله يا حظه بالضبط وكذا واحد. عبد الله نتكلم، يقول اذا نقصت ملابس تستعير من خويك ولا لا؟ فقال عبد الله ما حد ماخذ ملابسه نهائيا. الحاله كل اللي يلبسه تقريبا من شنطتي، فمن بدا من الحين هو بس الملابس حطها في الدولاب. واحد شرطات من شنطه غيره. لا المقاسات يا عبد الله. بسم الله. ابو يحيى 27 وش اللي قرب بعد ذا؟ سطام طاح. طبعا في البرنامج او بعد يجيكم هدايا من الجمهور، ناس محبين. وانت في البرنامج الان مثلا جاك هديه في ظرف، اما مبلغ مالي او جوال او حاجه معينه. مسموح فيها يا ابو عبد الله؟ هدايا ممنوعه نهائيا. ممنوعه؟ لو ممنوعه كان طلعنا كل هذاك الايام مليارديريه كلهم. فان جاك هديه وعلموه في هديه برا تاخذها وتخليها. ممنوعه هي. لا لا نخليها. وبيقدر صاحب الهديه اني ماشي على لوائح وانظمه. جيب لكزس 2016 ان شاء الله يوفر لين نطلع. لا والان جاك قال جيت عند الباب وردني فارس الشرطه قال لي يعطيه شيء. لا ما اتوقع انها توصل للشيء. والله توصل في 16 جيب لكزس. والله ما عاد تسلم عليها حتى. شد لله. لا الله بيعوض ما عليك. ها؟ الله بيعوض. خليها يجيك خصم 1000 ريال يمكن يجيك طرد ما ادري. هين هذا فنخليها واذا طلعنا نتفاهم ان شاء الله. إذا كانت الهدية من قلب ومحبة أكيد وما تعلمها. أيوة. من قلب. طيب حلو بيخليها لين بعد البرنامج. بس ردك له شين شوي. لا بنعتذر له و... أكيد يعني الحين ما هو بجاي مثلا. حلو صورها هدية لأبو يحيى. أبو يحيى يستاهل. شو اللي راجع قال والله أبو يحيى ما أخذها مني وراح الجيب وراحت جائزة البرنامج. لا والله أنظمة البرنامج أولى. خلي يعني مثلا يخصمون. حلو والله الجيبن الطيب ندهدر. طيب يا شباب حطوا المايك تكفون عشان اسمع الصوت. ف لكزز ولا النظام؟ لا لا النظام بيضيعك. النظام نظام بيضيع النظام. النظام نظام تعود عاجب سحوط بكره. لا لا ان شاء الله الامور طيبه. خلي يطشك المفتاح من فوق. طيب بسم الله الرحمن. ابو حمد كيف حالك؟ الله يرضى. كيف رقدت البارح؟ كيف رقدت؟ ايه مرتاح مستانس. اي والله مالك الحمد لله. اختار رقم 27 خذيته يا خذاها الرجال. يبغى الجيب لك الرجال. اي والله طبعاً فيها. 27 ايه 27 انا بطلع انا عيني على الليكسس. 27 انا الليكسس جايب الجايب راني عقب شهر. 29 بسم الله 29 طبخ صالح ليل. طبعا في المطبخ بعدين تحط الاكل قدام الشباب اذا طبخت بعدين وهم مخيرين هل يشترون من اكلك اللي طبخته. الحين فريقين يا سلام فريق عبد الكريم فريق ابو يحيى. حلو تحط الاكل هم يطالعون فيه اخوياك ما عجبهم راح اشتروا من برا. طبعا الاكل اللي طبخته انت ما يرمي في الزباله بكرامه نهائيا تاكله تصرفه بكيفك. الاكل اللي طبخت ما هو بزين ما عجبك طبخك انت والكاميرات فوقك شغاله قبلها ربي يطالع فيك عشان نعمه تاكل الصينيه كلها مش بتسيبها. تعال بالعافيه يا عبد الكريم. حسب حجم الصينيه قديش الصينيه بتكون؟ لا لا يعني يمكنها كذا. وش الاكله؟ طبختها انت. انت اللي سويتها. انت الطبخه ما باختيارك. زامط الاكله ما فيها ملح ولا ايش؟ يقولون حتى ما تنبع. حتى الماء ما فاد فيها باقي. والله ما كثر الا من البساس برا الله يكرمك. ما تاكل مكرونه بساس. والله شو اسوي؟ الاكل ما ناكل احد بياكل شيء مو بزين؟ طبعا لا. يخصم عليك رديدين. ها؟ خصم. في عليه خصم؟ ايه نكلم كله كله يعني. ما حد كلاها. بدل القحطان. ها؟
انا رصيد خصم يعني 5 ريال تحطها في الاكل اللي يجيب لها ملغى مصطفى الله ولا تحطها في المطعم اللي برا؟ لا والله الا باكلها عشان ما يكب ولا يدخل رفيقي السجن. ان شاء الله يسعد قلبه انا احبه تمام. المستشفى اسعاف وتنوم تسمم. هذا شيء مكتوب انه مرتب. مكتوب الله ما قال خلي نعمه الزينه وكل ذي. ها بصري هذا بصري هو شوف والله طبعا اللي ما يتقبل الانسان طبعا ما الله يحاسبني عليه. طب خلك طماطتين وطحنها حطها فوقها وزعها على العمال في القريه. يا سلام بحد الله بس حليتها توكل على الله بس عندك صلي على النبي. اللهم صل على النبي. الفقره ذي اسمها زد واقعك. انطلع طيب اسمها ذي زد واقعك. هو طبعا ناس قالوا سعيد مالك واقع. لا ما مالك واقع سعيد. في ناس اللي قبله واكفل هذا الاسم لكن هي الفقره محتواها زد واقعك يعني اسئله مواقف راح تواجهك في القريه. نعم نعم وجاب السعيد يوضحها لكم. اما قوت ملك واقع ذي هذه احنا بعيدين منها. هذا تواضع منك اكيد. لا يا رجال احنا نبغى الحياه العاديه البسيطه. اقصى وزير. طيب ابو يحيى اسلم وش خاطرك فيه؟ 39 39 بسم الله 27 طيب بالله 27 طبعا في بعض البرامج زد رصيدك يكون مسموح يعني مثلا فلان جاء ابراهيم وطلع غادر وانت تحبه وتعزه وتغريه اكثر من نفسه. قلت يا اداره انا بطلع بدار الرجال. والله نتقابل بعدين ان شاء الله. تقولها؟ باذن الله. لا لا اني اطلع مكانه. ايه الله كتب له يطلع الله يسر امره ان شاء الله. انك ربي يرزقك بحاجه اكبر. انك ضحيت عشان خويك الايثار. اثرت على نفسك انت. والله يبشر بالسعد. الموت لا يطلع اسمه اللي بعده. تلاحظون اسئلتي قاسمه. قال اخاف اتجمل معه. ايه تطلع بداله ويلحق الاسبوع الثاني. مخ نقع عند باب القريه اذبحه. لا يتعدى. لا لا نجيه بعدين ان شاء الله هو. يعني ما انت لا ماني بطالع. بيض الله وجهك. بسم الله. ابو حمد ايش دشيت البارح؟ شيخ المندل. اما مكنت اندومي بعد. اوه انت عشاك مع الهو ولا؟ اي نعم. هو لازم طيب حد حد لبيه كيف تضيع المفروض بعد العقال اللي قبل امس شوف كيف تتحد 60 العقال لك ايش سالفته يا راجل العقال العقال ومعيض العقال ايش علمه ما عقالي ما عقالي ذا هذا عليه ترى العقال شوف شوف هذا عليه العقال وين لا يطلع تكفى هاي ابو حمد حبيبي طيب كيف شيخ المندي معكم؟ الله والله زين. انا والله صاير يمكن ثلاث احتفالات بعد البرنامج والله ما اخذ الا هو. شهد لله. سواء بوفيه مفتوح الا المشوي ذا. وان شاء الله يحبها قلبكم. استهلون استهلون. ها ابو حمد. ايش تختار؟ وش باقي؟ اختار الاربعينات، الثلاثينيات. لبيه. بوفيه شوي وشغل. يا لو سمحت انت لا مستجد. نعم. الامور هذه ما تاكلونها الان هذه بعدين ان شاء الله اذا طلعت تاكلونها ان شاء الله وجبات روح السريعه ونجول الله يبارك يحاول يدور وجهه والله مو انت عليه وتبشر بعزك عشاك اللي علي انا الحالك بس 32 بسم الله الرحمن طبعا يقول والله ترسيم 90 يوم جلست في البرنامج 90 يوم اي طبعا اذا ربي يسترها كملت لاخر يوم ان شاء الله ان شاء الله كل جدك تطفش معلك بعدين طيب هل طبعا نفس السجن وش اللي فحط لا من هو من هو مكسورة لا أشوى إيه زين لا أشوى أفسخ الشرطة الشرطة تعال أفسخ والله سأل ليش طاح سأل طبعا 90 يوم نفس السجن هل بتأثر نفسيتك تضايق القرية قصدك إيه طبعا لا جوال ما قابلت احد ما تشوف احد معك الرجال ولا الشباب ذولا بتبين انك نفست انك تعبت ولا وضعك عادي؟ والله شوف طبيعي الواحد انه بينفس طبيعي يعني مو الواحد ما يجلس على رتم واحد طول طيله هذا روتين مكرر هذا شو اللهم اللي يغيره يعني الفقرات مثلا الخيمة الضيف فلان المسابقه الفلانيه نفسها المركز نفسه المطعم نفسه المطبخ نفسه كل شيء نفسه السؤال هل بنفس ولا ما نفس؟ يعني والله بنفس تأثر على أدائك؟ والله أنا ما جربت الشيء صراحة بس أتوقع طبيعي طبيعي الواحد بينفس
يعني مستحيل واحد يقول لي سعر تماع زي ما قلت لك طيلة البرنامج. أنت مثلا في المدرسة مثلا أول يوم دراسي غير آخر أسبوع مثلا، أو لا آخر أسبوع كل الناس كلهم غياب، لا الأسبوع اللي قبله في طرش شوي يختلف، فأنت بتأثر عندك؟ والله في المدرسة تأثر صراحة، وأضيق نفسي من بعض الحصص بارك الله شو يعني بتأثر، بس عسى الله يربط على قلوبنا يعني. بس اي والله بتأثر طبيعي. يا سلام. أبو يحيى آخر سؤال فك عليه. 40 بسم الله. راح 40 هذا قد راح؟ 41 بسم الله. راح قد راح؟ 42 راح. يا سلام يا اللي ورا اسئلتي يا اللي ورا السؤال لا استفيدوا يا الربع ذلكم كلكم. يقول علمت بأن أحد المتسابقين يحفر من تحتك وبيطلعك من البرنامج، هذا مين ذا؟ ماذا ستفعل؟ كيف كيف؟ واحد يحفل لك الصدق صدق أنت يشوفك كان كبليس دبوس دبوس بعيد منك ما يبغى شوفت كما تطلع باللهيبة وقت شاف الرجال يعني يحفر من تحتك يعني يحفر بطرق حط جوال مثلا في الشنطة كل يوم عند الإدارة ترى فلان سوى فلان سوى فلان سوى لين كره الإدارة فيك طبعا ما راح تسمع كلامه لكن لما يسمعون كلام الشخص ويلاحظون عليك أشياء اللي هو قالها على طول صدقوها يعني مثلا بعض الأمور خط أحمر سواء في برنامج أو بيت أو برا وكذا الشخص يأخذها حبل أو طريق لا يوصلها للإدارة وكشفت أن الشيخ عبد الكريم يحفر من تحتك شهرين أطلعك أطلعك ربين أنا عرضك على السؤال ذا ليه؟ لأن إن شاء الله ما هو موجود بيننا طبعا البرامج اللي راحت قد حصل شيء منها يحصل نعم وراح تشوف بعدين المرة هذه إن شاء الله ما في إن شاء الله بإذن الله ناس قبل قالوها قالوها ناس قبل واللي قالوها هم اللي حفروا بعدين ها ندفع باللي هي هذه دقة دي راجع لا السلام عليكم لا لا أشوفكم على خير يا شباب يعطيكم العافية لا تعتذر أباك أباك ها أنا بعلمك أنا وش هو الحين إحنا كم مرة تكلمنا إن الحس في قلب كل إنسان نعم ناس يقدر يكتمه وناس يقدر ما يقدر يكتمه بعض الأشخاص شاف مثلا فلان مبدع مثلا وصارت برامج قبل جاء عنده ضيف من برا قال يا فلان أبغاك مثل راجح ترى راجح ترى مكسر الدنيا راجح سوى وراجح فعل راجح بعدين أنت لبعلمك أنت في هذيك الحزة أنت يجي داخلك شيء إيش معنى الناس تكلموا في راجح ما سووا لي هذا الشخص عنده طرق أما أنه يجتهد ويحاول أو أنه يحفر لك علمنا ذكركم بالخير يا شباب أنا أحفر أنا ما بنت بعيد منك اول اعطتنا يلا حاول انه مقبوله مقبوله انت مدروس بالحاره تخبر انت صاحي اي والله وجهك سمك الساعه 100 عليك والله ندفع باللي هي احسن انا هي يمكن تواجه يمكن الحين شفت اتوقع القناه الكاميرات موجوده والله معك على قولت مثلا يحط جوال مثلا في الغرفه هو يروح للاداره يروح للاداره ما انت حسيت ان فلان ده رجال ناويك والله شوف لازم اتقرب منه اكثر ما يبغاك الرجاء بنجيبه ان شاء الله والله تبقيس الان ما ستفعل الفعل ما هو والله في عندك خبط في خنق في امور واجد لا ان شاء الله ما توصل لي يعني برا الهواء خذ راحه برا الهواء ممكن نفس مع بعض بس لحد يشوف شو ما لا لا ان شاء الله يعني ندفع بالتي هي احسن نتقرب منه نصالحه نضبطه بعض المرات نقدمه علينا في بعض الاشياء عسى النفس تزيد هذه دبلوماسيه هذه وش تسوي؟ احنا بالفعل وش تسوي؟ هل بتواجهه؟ الرجال ضرك ضرك بنوضح له انا ذابحين امك ذابحين ابوك شو تبغى مني يا ولد؟ نوضح له اذا ما نفع ما نفع اذا ما نفع ايوه ايش اللي بعدها؟ اذا ما نفع ايش نسوي؟ فقعنا وجهه يعني مثلا ما تروح عند طبعا في كل برنامج وانا احس شايبكم السنه ذي ابو غربي ونصيحه يا ابو غربي خذها من اخوه اسامه فقيه خوينا كان من انشط الشباب بس الشباب حطوهم كبيرهم في القريه وتعب وتاثر نفسيا نصيحه اخو لاجل الموقف ذا خليك انت اصغرهم لا في اثنين اكبر مني ما يدخل لا يعني الان في المنظر انت اللي ماسك ماشي يعني انت اللي جالس في النص مع الشباب وانت اللي تسولف وانت اللي والعن فيهم كلهم لكن ابعد عن هذا المكان عشان ما تاثر عليك بعدين انا بريء منكم نحاول نكلمه ايه نشوف له احد من الشباب اللي قريبين منه المحبوب عند الشباب اي نعم يا سلام ما نفع ما مش نسوي ما نفع غرفة هذه وش قصده هذه إجابة يعني إن شاء الله نهار يا سلام سليم طيب 50 أنا خش ما في 50 رجال ما في شو في لكم الأسئلة بسم الله خلاص شوف تقول 43 قدر إيه لا لا 43 43 تبغى يا سلام
هذا سؤال يعني شبه خاص فيه. يقول ما هي الخطوط الحمراء اللي ما تسمح لابن امه المتسابق يتعداها معك؟ يتعداها معك؟ نعم، خط احمر لا تقرب منه يحصل امور وما تصلح ان شاء الله. علوه ارفع الصوت سمعني. اي برفع الصوت. علوه. والله شوف طبعا الواحد كل انسان يعني ما يتقبل ان احد يقلل من قدره او بمكانته. فانا اذا لاحظت ان اي واحد يقلل من قدره ومكانته بوقف عند حد. معليش. زي ايش مثلا؟ يعني تنقصني بالكلام. يعني يسولف بوجهي ان التنقص فيني، فهمت؟ طيب يمكن هو ينطلق مزح. لا المزح معروف، المزح معروف. اذا المزح لا والله انا وراك. بس شوف صل على النبي، انت لا على الهواء مثلا يتابعونك اهلك، اقاربك، مجتمعك. نعم. الشخص ذا كل شيء يستهبي ينقص فيك. هل اللي اقاربك ما عليك جمهور؟ لا اتكلم عن اهلك. يعرفون انه يمزح معك؟ ما يعرفون. يقول ولدنا ما خاف. لا اذا شافوا رده فعلي وقتها، رده اذا كنت اضحك معه واسولف واطقطق، الطقطقه معروفه. اما اني تنقص فيني قدام الله وخلقي لا. طبعا احنا الان في حياتنا الطيب شو يسموها الناس؟ فاغر فاهي. نعم. هو طيب تضحك معه تسولف طقطق يضحك. الناس يقول له عشانه طيب فهو فاغر فاهي. فانا يعني اخاف بعدين مثلا اذا انت يعني سمحت له بالامر هذا، اللي برا اليوم قالوا ما يسمحون لك. يقول ربنا بدل ما نروح برنامج يشرفنا لذاك الطقطق عليه تمسخر عليه وخولنا يضحك معه. شوف شوف كلامك على متمه. احنا في برنامج واقعي، طبيعي يجيك واحد يطقطق عليك، واحد ينكد عليك، واحد يطش شماغك. طبعا هذا شباب على ما قولهم في رحله. هذه عاديه. شباب في استنقاص يعني. شلون؟ الاستنقاص اللي قلتها. الاستنقاص مكانتك. طبعا اذا واحد ميمون علي يعني بيجي لباب الطاقه ويقطع فيني قدام العيال طبعا. لا اخوانك ابو محمد ميمون عليك. ولا لا لا شوف شوف صل على رسول الله، بقول لك على شيء. يعني طبيعي مو كل العيال او ما انا جبت العيد بس زبده. انا باخذ راحه كلها. شوف شوف اخوانه طبيعه الحياه، حتى اخوان اخوياك في الاستراحه ما تمون عليه كلهم، صح ولا لا؟ طبيعي تحصل واحد لك بينه وبينه عرفت رسميات شوي وتطول يمكن اربع شهور. يا سلام عليك يا سلام. فبعضهم ما تقبل، تستغرب هذا وش قب علي، فهمت علي؟ يا سلام. فهذا شيء طبيعي. طيب يعني مثلا يعني حبذا قبل برنامج بدايته مثلا تجتمعون في الغرفه، كيف حبذا حلوه؟ جميله. تحتها وتجتمعون مثلا نصيحه كل واحد يوضح لي في خاطره. يا سلام. شباب النقطه الثانيه، شباب الحين بتسوي الحركه دي مثلا بعدين معهم؟ لا ما راح تستوي بس ما قلت الرجال ما يدش عندك انت. انا في البرنامج انا قلت للشباب خذ راحتكم معي، لكن اسوي حاجه على الهواء وتسوي اني انا المثالي المؤدب نزعل من بعض. انا سويت غلط على الهواء تعاني برا انصح. يا سلام. انا في هذه قلتها للعيال كلهم. صح صح. اي هذا خط احمر. صح. انت خطك شو راح يكون؟ هذا اللي اقول لك عليه. ما يستنقص منك. ما يستنقص مني ولا يقول استنقص الشخص طيب عن طريق مزح وفله. مزح وفله كلني اقبله طبيعي. لا لا بس علمك يعني زادها. اذا زودها طبعا اذا زودها ما حد يرضى. انت ودك تكون على الهواء. هذه صح هذه لا هي هذه كويسه. لا زيد هذا. لا لا ما عليك منها. لا شوف صل على رسول الله. الله يسلمك. بوضح فكرتي. يا سلام. إذا الواحد استنقص فيك، أنت تعرف أن الواحد استنقص منك، فهمت علي؟ إذا قطع فيك أنت يعني أنت يا شيخ اسكت اسكت، عرفت؟ طيب مش اسكت اسكت أيوه فلان. طب أنا لي قدر ومكانت يعني طبعا. طب أنا بعطيك مثال. هذا ما أرضاه صراحة. إبراهيم السفيري مجعلنا فداه. كنا كل يوم نتكلم عليه. من محبة وضحك يوميا ويضحك والناس اللي برا يضحكون. يا سلام. بعكس أشخاص تمزح معه يزعل الناس اللي برا. إبراهيم السفيري أمزح حتى أتكلم عليه على الهواء. يضحك الناس يضحكون، بس شخص لما اقول لك كلمه يزعل الناس اللي وراه. ابراهيم السلم معليش يتقبل معك من كل واحد فيكم بأمانة. كلهم بامانه كلهم اقرب واحد تعال تكلم عليه عادي. والله ما ادري يعني. إيه يعني انت يعني ما راح تسمح له. لا شوف انت ما فهمتوني يا الربع. لا فهمناك. الضحك والوناسه معك يا رجال الى الصين على ما قال. يا سلام. فهمت؟ إيه؟ بس انك يعني بجلسه رسميه بتسكتني، جلسه رسميه انقلبت الجلسه رسميه وشيء جدي بتسكتني ولا هذا لا ما ارضاه. بس هو مان عليك يا عبد الكريم. الجلسة جدية، الجلسة جدية بيسكنها حتى لو يمون. يمون عليك، مسوي فله قدام الشاي خلاص 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 خلاص. تعال الهواء على الخيمة. والله هذا حسب الشخص. يمون. حسب الشخص. أنت فهمت يا عيال تأمانة. فهمتوني؟ احنا فهمناك أنا معك، فأنا أتكلم عن اللي بيواجهك بعدين. مستقبلاً؟ إيه. لا مو مشكلة. إذا الشخص يمون علي بصدق يمون علي، والله حياك. وخيوك يومياً كذا شغله معك. شلون؟ يكون في كل فقره يتكلم. لا طبعا الشيء زاد عن ضده طبعا الواحد. طيب هو مان عليك رجال عليك. انت ما اعطيته خط احمر قلت يا ولد انت اخوي رجال خاص
صل على رسول الله. الواحد ما يمون عليك، ما يمون عليك مرة إلا إذا عرف أنت إيش عنده، فهمت؟ يعرف اللي يزعلك واللي يرضيك. يا سلام. بعضهم ما عنده شيء. نعم. بعضهم ضحكت منه مرة عاد. أنا بفقع وجهه يا رجال. أنا بفقع ذا. كثير طيب. طيب. أنتم كلكم شيبة ما شاء الله. أبي واحد منكم يطلب لي. يطلب الناس اللي برا. واحد إيش؟ يطلب لنا بشيء. عند كيف؟ لا عند فارس. أنا ما تقدم علي. عندك. لا والله عندك. عطنا ينبع. صدق ما تقدم علي. ايوه عطنا اللي مجهز انت عنده شيء مجهز هذا اللي ابغاه شوف ما يبغى هوجك انا مجهز ان البارح تكلمنا عن المدينه تمام اسلم الجميري وين عبود عبود خلك قريب تعال يقول ترى هم خلك قريب خلك قريب يعني تحت لا تجي هنا اقول هذا الليمون عرفته ايش تليفون سمع قلت شو اسمه ذي بهلول في كاس لنا يلا يا حمام الشوق وديني وصل سلامي لطيبة قلبي عليها مشتاق ليها زايد غرامة أنا قلبي بطيبة هايم والمشاعر تعزف دايم فكري فيها صاحي ونايم والله يا طيبة انت البهية يا طيبة انت البهية طيبة تداوي القلب العليل والقلب والها عززولي قوم والقلب والها في طيبة والها قلبي طول فكري يقول يا طيبة يا ويا طيبة انت البهية سلامتكم غزالي قريب قريب غزالي لي استاهل تحيه لي استاهل غزالي 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 صح ملعبتين هلا لبيه وين العزفه معكم ثمامه يلا يلا جايكم يلا وعلى السلامه